بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب: العصبة بالغير أي بواسطة الغير أربع ذوات، النصف والثلثين. انتبه، العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. انظر الفرق بينهما. العصبة بالنفس كالرجال، الأخ والابن وغيرهم، والعصبة بالغير، العصبة بالغير، العصبة بالغير الأنثى مع الذكر إذا كانت هي وإياه عصبة واحدة. الأخ مع أخته، الابن مع أخته، الابن مع أخته، ابن الابن مع أخته، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب. هؤلاء عصبة بالغير، عصبة مع الغير، مع وجودها معه تكون عصبة، وإلا فليس هو عصبة. وجودها معه تكون عصبة وهو ليس بعصبة. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت، بنت وأخت، البنت عصبة في هذا الأمر؟ لا. الأخت عصبة؟ عصبة لوجودها مع البنت. الأخ مع الأخت، الأخ مع الأخت، الأخت عصبة والأخ عصبة، عصبة به، صاروا جميعا كلهم عصبة. العصبة بالنفس هو عصبة وحده، الأخ وحده، الابن وحده، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ، ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن، هؤلاء عصبة بالنفس. ابن الابن مع بنت الابن صارت هي وإياه عصبة. الأخت، الأخت مع البنت صارت معها عصبة، وليست الأخت وليست البنت عصبة معها. صارت البنت مع الأخت، البنت مع الأخت، الأخت عصبة لوجودها مع البنت. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. معهن وجودهن في المعية مع الأخوات مع البنات صرن عصبة جميع. اضبط هذا بالمثال. أخ، ابن، عم، وهكذا. هؤلاء ماذا نسميهم؟ عصبة بأنفسهم بالنفس. أخ وأخته، ابن وأخته، أخ شقيق، أخ لأب، كله مع أخته، عصبة بها، أصبحت هي وإياه جميع عصبة. بنت مع الأخت، الأخت
ورثت مع البنت، البنت ورثت معها الأخت، أخت المتوفى، تكون عصبة معها، معها قد تأخذ مثل ما تأخذها البنت. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، البنت لها النصف فرضا والأخت عصبة معها. والعاصم من المعلوم أنه يأخذ ما أبقت الفروض، سواء ما أبقت الفروض 1% أو كل المال إلا القليل، مثل هالك عن جدة وعم، الجدة تأخذ السدس والعم يأخذ الباقي تعصيبا. هالك عن ابن وبنت، البنت تكون عصبة مع أخيها وتأخذ نصف ما يأخذه، الذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن عم وعمة، هل تأخذ العمة مع العم شيء؟ لا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. حد التعصيب الإخوة مع الأخوات الشقائق أو الأب، والأبناء مع البنات، وأبناء الابن مع البنات. فالعصبة بالغير كم هم؟ 4، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخت لأب مع الأخت لأب، 4. العصبة مع الغير الأخوات مع البنات، الأخوات يكون عصبة مع أخوات، مع أخوات المتوفى، مع بنات المتوفى. وقد يأخذ العاصب أكثر مما يأخذه الابن الذي أدلى به. فمثلا هالك عن بنت، هالك عن 7 بنات وأخت شقيقة، 7 البنات لهن النصف والأخت الشقيقة لها النصف، 7 البنات لهن النصف، المسألة من اثنين، 7 بنات، 7 بنات وأخت واحدة، 7 بنات وأخت واحدة، المسألة من 7 بنات، نعم نعم نعم، المسألة من 3، للبنات الثلثان 2، وهن 7 ولا 10 ولا 20، وللأخت الشقيقة الباقي وهو 1/3، يعني الثلث. وقد يأخذ العاصب أكثر مما يأخذه صاحب الفرض إذا كان قليل العدد. اقرأ. العصبة بالغير أي بواسطة الغير 4 ذوات، النصف والثلثين. أولا بنت الصلب فأكثر، بالابن فأكثر، ذوات النصف البنت وبنت الابن والأخت والأخت لأب، هذول ذوات النصف. أو ذوات الثلثين البنتين وبنتي الابن والأخوات وهكذا.
أولا بنت الصلب فأكثر، بالابن فأكثر، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا بنت ابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين كهالك عن بنتين، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن للبنتين الثلثان، والباقي لبنت ابن وابن ابن ابن. واضح هذا؟ كان يأخذ البنت تأخذ الثلثين أو تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، ويصير معنا أخت وأخت لأب وأخ لأب، ما يعصبها أخ. ابن ابن وبنت، لا إله إلا الله، كان يكون هناك أخ أخت شقيقة، كم تأخذ؟ النصف. وأخت لأب تأخذ السدس، بنت تأخذ النصف، وبنت ابن تأخذ السدس، وأخت أخت شقيقة مع الأخ الشقيق تأخذ الباقي. لكن إذا كانت الأخت هذه عصبة مع الغير. اقرأ 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 خلنا صحيح. الثاني بنت ابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين كهالك عن بنتين، وبنت ابن ابن وابن ابن ابن للبنتين الثلثان، والباقي لبنت ابن ابن وابن ابن ابن. نعم، هو كما قال رحمه الله، كأن تكون هناك صاحبة نصف وصاحبة سدس، أخذنا الثلثين البنات استكملناه، ثم يوجد أخوات أخت شقيقة أو أخت الأب ما تأخذ شيء، إذا وجد معها أخوها أو ابن عمها الذي أنقصهم أنزل منها في درجتها أو مثلها أخذت شركته وإياه بالتعصيب. نعم. ثالثا الأخت الشقيقة، ثانيا بنت ابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك كما إذا احتاجت إليه، إذا لم تحتاج إليه فإنها تأخذ نصيبها ولا تنظر إليه. وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين كهالك عن بنتين، وبنت ابن ابن وابن ابن ابن للبنتين الثلثان، والباقي لبنت ابن ابن وابن ابن ابن. الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعا، لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه النسب. رابعا الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية الشريفة المتقدمة، وإلى ذلك أشار في الرحبية بقوله والابن والأخ مع الإناث يعصبان، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هؤلاء عصبة بالغير، وأما مع الغير فيأتي الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أقسم هلك هالك
عن ابن وبنت وأخت شقيقة، ابن وبنت وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، الابن اثنان وللبنت واحد وليس للشقيقة شيء، هلك هالك عن شقيقة وبنت وبنت ابن، هلك هالك عن شقيقة وبنت ابن وبنت 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 ابن، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة لقوله قول الناظم والبنات الأخوات إن تكن معصبات والأخوات إن تكن مع والبنات مع الأخوات عصبانهن في الميراث. اقسم، هلك هالك عن أب وعم وجد، الابن وعم وجد، المسألة من واحد، لمن؟ للأب كل المال. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق وعم لأب، المال للأب، عن ابن قلنا عن ابن. هلك هالك عن ثلاث أخوات شقائق وأختين لأب وأختين لأم وعم، ثلاث أخوات شقائق وأختين لأب وأختين لأم، المسألة من ثلاثة، للأخوات الشقائق الثلثان وللأخت والأخوات لأم من الثلث وليس للأخت لأب شيئا. صور لنفسك مسائل واضحة فاقسمها ولا تتوقف في شيء من هذا، فإن أعجزك فارجع إلي أو إلى من أحببت يرشدك. وإياك أن تقول هلك هالك عن زوج وزوجة فتنشب بها ما تطلع منها أبدا. واحد أتاني في الحرم المدني قال صورت مسألة، قال لي الشيخ صور مسألة، صورت مسألة هلك هالك عن شيء عن زوج وزوجة فما استطعت أن أقسمها، ماذا أعطي الزوج وماذا أعطي الزوجة؟ قلت من الهالك إذن يرحمك الله؟ فضرب جبهته وقال أستغفر الله وأتوب إليه. هلك هالك عن زوج وزوجة، من الهالك؟ هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من إياكم من الهداة المهتدين، إنه السميع المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.